للكس وعاد شحال هي كتحارب مع بوكريشه عامين الفوق. عمر الكس وعاد تجرأ شي واحد يتظلل عليها. سعاد قولي مشينا سعاد شي شي علينا دابا سمعني سمعني خلينا نهضروا بالمسلسل الجديد اصاحبي بلاش شدوا فيا معانا هيا معانا هيا الله الا داخله عندنا معانا وحق الله راه هي سمعت سمعت شوف شوف دابا المسلسل الجديد خاصنا شوف شوف انا نقول لك نيشان جيك من الاخر دابا صافي متعويده دائما صافي ناسي على سوبر شوب المسلسل الجديد خاصنا شوف خاصنا البحث عن زوجه جينيتيكا نيشان لان شكون هو دابا اللي داير المشكل في هذه العائله شكون دابا في نظرك انت شكون غيولي عائق في هذه العائله وغادي يعيق غادي يعيق المشوار ديال بوكريشه والحريم ديالو شكون هي جينيتيكا لان جينيتيكا غتعيش واحد الفراغ بلاتي 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 خايب ما كاين لا فراغ لا من دخلت سعاد غنقلها انا غنشد الحصري سعاد نخدم منك الحصري ندبر على راسنا ما تخافيش خلينا ندبر على راسنا اخويا ما طالعش ما طالعش جبناش شوفي غنخدم انا وياك الحصري غير الحصري غيكون انا وياك فهمتي غيكون غير انا وياك صافي غيكون هو اش غادي ديري غديري انك انت باغا ترد دابا انت شوف شنو غادي ديري بداية باش نكبتو انا وياك غديري انك انت باغا تطلقي شكرا اختي نجمه الاطلس الله يكبر بك غادي ديري انت باغا تطلقي بوكريشه حيت انت كتبغيني انا وغنتزوج بك انا باش نخرقوا البوز باش نرونوها فهمتيني وانا كنتعفر عليك ما تخافيش غنفقسوهم فهمتيني صافي ولكن حاجه وحده حاجه وحده الا الا كنت في الطوموبيل عارفين ليلى راه غادي عارفين ليلى راه غادي تشعل فينا العافيه انا وياك ولا يقول لها طلقيه وانا نديك ها عمر للكس وعاد حطات راسها في شي موقف اللي ما كيشرفها لا هي لا بناتها ولا بوكريشه اصلا اللي هو ديوت ويستاهل ولكن سعاد دايره له قيمه واخا ما عنده قيمه راه ما بقاش راجل الشياطه وداك الشلاله اصلا بوكريشه راه ما بقاش راجل ما خدامش ما بقاش خدام لا هنا تعرفي الفرق بينك وبين لالك سعاد انا تنقول لك سعاد هي الاصل وانت غير التقليد عرفتي سعاد هي ديك الام الحاضنه على ولادها رغم الاختلاف مع بنتها ورغم رغم رغم دابا واحد النهار ربي الا بغى الا بغى ربي بالليل ونهار داك السخط ما يبقاش ديك اللمه تجمع كلشي شوف لان الامل في الله سبحانه وتعالى كلشي متوقع داك النوع بالضبط وحده خرجت بينات الحما عمركم شفتوا ساق سعاد عريان ولا صدر سعاد عريان اشهد اشهد الله اشهد 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 اه عقلت اخوتي على هاد اللقطه هادي اللي في البحر هضر عليها القنوات ديال ولاد شحيبر اوهوي هضر عليها شي واحد اوهوي وتقول بحال هادوك ما كانوا كيديروا والو عندهم تقية الاخفاء وتقول اخوتي واش كيهضروا على شي حاجه كديرها ما هياش ولكن مع كامل الاسف القنوات ديالنا كيخرجوا كيضربوا الطر الطر بخراش هذا هو هذا هو المشكل زعما ما كيسكتوش سوا هك سوا هك ما كاينش اللي كيسكت واش فهمتوا هذا هو الفرق ديالنا بين بيننا وبين ولاد شحيبر كيخرجوا وتيقدروا الحاجه كيكونوا ما شافوهاش ولاد شحيبر كيقولوها ليهم قنواتنا كينوضوا عاد ولاد شحيبر يهضروا هذا يا الصراحة اخوتي ياري ولكن ولاد شحيبر باش كانوا كيت هادو دبعبولات كيتمرمدوا في الرملة ما هضروا عليهم والله ما هضروا عليهم ما كاين من غير هاد الرملة هادي جميع الكوارث عمرهم هضروا عليها عمرهم هضروا عليها هي الشريفة العفيفة هي الشريفة العفيفة ولكن ضرتها جميع الموبقات فيها كون تركلات تخيلوا معايا كون تركلات لبنة في البحر بحال ما هكا يا ربي السلامة كرة الانقلاب في اليوتيوب واو 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 كرة الروينة ناضت كرة الروينة ناضت بحال كاين انقلاب في المغرب والله الا كرنا ضلنا الفقهاء والجمعيات وصحاب الذوق العام ايوا اخوتي اش غنقول لكم زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بعدا فاش كتعجبني انا الجهه الاخرى ياك هاد الجهه ديالنا اللي كان ديالنا مقين عارفنا دابا راسنا من رجلينا كلشي تخربق ما كتسكتش لا على هوك لا
اللي طاح في المقله يتقلى، ولكن الاخرين اخوتي لا، الاخرين منافقين، الاخرين منافقين كيتسناو غير البقره تطيح ويكثروا جناوه. ايوا نكمل نكمل مع هذه. صبحت عليها على الصباح ما عرفتش كيفاش دار طلعت ليا، اسمعت مع وسط اللايف وكنسمع هذيك الهضره وقالت لك يقدر ربي يجمع الشمل. ايوا راه ما عندكمش الحشمه وما عندكمش العارض وما عندكمش علاش تحشموا، الا جمع ربي الشمل من بعدا غتكون شي اعصار ولا صاعقه، لان ما يمكنش الراجل يجمع بين مرته وبنته. هذه من سابع المستحيل على ما قالت هي، على ما قالت الام، ما هي مستحيل. قالت لك واخا تبرؤوا للمحكمه هي متاكده، ايوا الا كانت غترجع ليه ما عندهاش بروبليم، ايوا ديك الساعه هضره اخرى. واخا حنا عارفين بان يقدر كل شيء كل شيء كل شيء يجوز، كل شيء يجوز. اهلا قبل الوليدات اخوتي، اهلا قبل الوليدات باش نجمع لهم شملهم، ماشي مشكل، كل ما قال ينسى، حيت هما غادين على واحد الاساس. راه هادشي علاش بكريشة ما كيبغيش يدير القضايا وما كيبغيش يدير اللي يمشي فهمتي يدير الشكايات ويدير المحامين ويخسر الفلوس، حيت كيقول لك هذا غير موضوع ديال اليوتيوب. واش فهمتوا كيفاش؟ غير موضوع ديال اليوتيوب، غادوز واحد العام ولا عامين غادي يتنسى، ما كاينلاش انا نخسر عليه الفلوس. راه هذا هو المنطق اللي غاديين به. انا نقول لكم من الاخر تيقولوا هذا غير موضوع ديال اليوتيوب، شيكو ما كانوش هما زعما اللي غادي يوصلوهم للبنيقه، كوما كانوش الطرف ديال سعاد اللي غادي يوصلهم للبنيقه، قسما بالله ما يديروا حتى شي حاجه، ما يتحركوا ما يتململوا، واخا ما عرفش شنو يقولوا لهم. فغير غير حيت كيلقاو راسهم يعني وسط الزوبعه خصهم يدافعوا على راسهم ولا. اما بكريشه والله ما يدير شي حاجه، والله ما يدير شي حاجه، ما غير فقط تيقول غير هادشي غير موضوع ديال اليوتيوب، غيدوز واحد شويه وغادي يتنسى. حتى زين المحارم هادشي اللي كيقولوا عليه ما 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 كتفهمهمش. انا غاجيب بغيت نجاوب على هاد خيتي هادي ونشوف بنادم كيفاش كيضرك الشمس بالغربال، كيفاش كيضرك الشمس بالغربال. ان كان بيت ابو جدي تصيلتك من زجاج فلا تقصفي الناس بالحجاره. كاين اخوتي ولا لا؟ كملوا كملوا واحد المقيطع. عريان ولا صدر سعاد عريان؟ يلا ايوا فرق كبير، فرق كبير. شتي هذيك سعاد شحال تجبرتوا عليها واتفقتوا عليها وما خليتوا ما حطيتوا لها، وفرعاكم بنت الاصل من الاخر. شفت هي دابا عندها الغوز، هي عندها الغوز ديالها وهي شافت الغوز ديالي. ايوا اخوتي خليونا من بوزبال دابا. بنات الاصل قال لك بنت الاصل، بنات الاصل راه باينين اللي كيدافع عليها ولا كلشي بنات الاصل. المهم انا ماشي دابا زعما على اساس البنات هي دايره هي اللي فيها، غير هو بنادم ما يبقاش بحال ما هكا يكون عنده وجهين. بنت الاصل والاخرى هي اللي دايره جميع المبيقات ديال الكون دايراهم، والاخرى لا، الاخرى دابا كيرمموا ليها الصوره. هذه راه خطه اخوتي، هذا ترميم الصوره، الاخرى بدلات المحتوى فهمتوا، كتقاد الامور ديالها باش تبريباري انها ترجع بكريشه، تتقاد الامور ديالها وهم غيخرجوا يسيقوا لي هذاك العفن وداك الوسخ اللي دارت، ولكن نحن لكم بالمرصاد. المهم كما قلت لكم اخوتي خلينا من بوزبال. كل التقدير مسكينة لابتسام وكل التضامن مع ابتسام، البنت المكافحة اللي محاربة مسكينة مع والديها، الله يجعلها لها في ميزان حسناتها يا ربي، والله يجعلها لها نور في حياتها وفي المسيرة ديالها ان شاء الله بالتوفيق، ويعوض لها سيدي ربي كل ما ضاع. اخوتي والله العظيم البارح تفرجت في اللايف ديال
ديال الروباله عند الروباله، وهذا الشيء فاش كتعجبني انا الروباله والله العظيم. الا واخا كنلقى بنادم كيعاير وداك الشيء وكيقصى واحد شويه وكيعاير في المنصه اللي في الامس القريب كنتو كتشكروا فيها وكانت واقفه وقفه رجلين واحد، ماشي فهمتوا ماشي بين ليله وضحاها نقلبوا حنا سته تسعود نقلبوا يعني نهاجموا. الا كيف ما قلت لكم من قبل الا كنا غنقولوا نقولوا شي كلمه ندخلوا بخيط ابيض، حيت المتتبعين راه هما اللي كيشعلوا الفتنه. باش نقول لكم كتزيدوا تكرهوا بنادم كيزيد يخرج يعاير في داك الطرف اللي نتوما على اساس كتدافعوا عليه، واش فهمتوا؟ راه كتزيدوا نتوما كتشعلوا غير العافيه وكتشعلوا غير النار. كيف ما قلت لكم تفرجت البارح في اللايف، والله الا بكاوني مساكن بكاوني المتدخلات، واو كتسمع دوك القصص والله العظيم. راه حيت الوالدين اخوتي شنقول لك بالاخص ملي تيكونوا شي والدين والدين اللي تيكونوا معاك في السراء والضراء، راه ما راه بحال يقطعوا لك شي بحال يقطعوا لك يديك ولا يقطعوا لك رجليك، يعني كتبقى فهمتي مقطوع. بالاخص ملي تيكونوا الوالدين دايرين متراسين بلاصتهم في الحياه ديالك، يعني بمعنى الكلمه دايرين الدور ديالهم كيف ما كيف ما كيدار كيف ما كيدار. في الصراحه راه صعيب الله يحسن العون، لانني كاينه واحد صاحبتي مسكينه الله يرزقهم الصبر، لا مسكينه نفس بحال ما هكا والديها مساكن الله يرحمهم يا ربي، بجوج تخيلوا معايا ما دارش عليهم العام، ما دارش عليهم العام اخوتي والله العظيم، وباقين محتاجين هم باقين اخوتات صغار باقين والله العظيم. الا ما زعما كي شي كيأزم في الخاطر كيأزم في الخاطر والله. كتشوف نفس بحال ما هكا اخوتي القلب القلب اخوتي القلب والله العظيم. الانسان ما عرفتش نقول لكم الرياضه نقول لكم بنادم يتحرك، والله الا السمنه حتى هي ولات كتلعب علينا تتلعب علينا السمنه من غير الرجال ديال التدخين وداكشي. السمنه الصراحه والله راه هي سبب القلب، هي كتهلك القلب، هي السمنه اكثر هي بعد الشحمه من كتلوع القلب كيولي بنادم غادي وسخفان. والله ما بغيتش نذكر القصه ديال صاحبتي والله باش ماشي وقتها كاع ماشي وقتها. الله يرحم جميع الموتى المسلمين يا ربي، والله يكون معاها والله يقدرها على ميمتها، الله يرزقها من حيث لا تحتسب والله العظيم. راه الانسان عرفتي راه كينقد روح انسان بحال ما كان اللي كيساهم في هذا الخير بحال ديال انك انسان تتنقده، واش فهمتي؟ باش كتساهم راه كتنقد روح. ومن احيا نفسا كانما احيا الناس جميعا، راه البنادم عرفتي الاجر ديالو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله يرزقنا منين نعطيه باش حتى حنا الا احتاجينا القول اللي يعطينا. حيت الانسان اخوتي الطبيب راه عرفتي حيت شي عمليه راكينين كيخلعوا، واخا يكون بنادم يعني على قد الحال غادي عايش بخير، ولكن تسلط عليك شي عمليه بخمسين مليون ولا عشرين مليون ولا عشرة المليون، راه اخوتي راه صافي بنادم كيوقف، بنادم كيسلم امر الله سبحانه وتعالى وكيوقف. مين غيجيب اخوتي فلوس اصلا؟ بنادم ولا غادي الحد في القد، يا ربي داك الحد في القد يقدو، وداك الحد في القد صونك ما كاينش الكماليات معدوم من عادمين، يعني بنادم غير داكشي الضروريات ولات كتنهك بنادم ولات كت يعني الله يدير تاويل ديال الخير وخلاص. هذا ما نقول لكم والله العظيم. البارح كانت عند بنتي الحفله ديال المدرسه وكانت ومشيت وعرفتي جالسه انا يا اللور ونسيت الحفله، والله الا وليت كنشوفها الناس كنشوفها في الناس كنشوف غير في الناس، ما كاينش شي واحد اللي كيبان لك لاباس عليه ولا لاباس في حالته مزيان ولا بنادم الحد ماشي الحد في القد كتر والله العظيم. الا كلشي زعما الناس بنادم لابس زعما الحد في القد وبنادم كيبان لك يعني الحياه ضاغطه عليه ومدخلين وليداتهم البريفي، وبنادم كيف ما قلت لكم والله العظيم الا ما كي مدخل وليداتو البريفي وتيخلص عليهم زعما دم جوفو والله العظيم. انا بنتي دابا في الخامس دابا هاد العام كتقرا ب 15000 ريال اللي كتقرا بها في الخامس،
واش غنقول لكم زعما ماشي ماشي في استطاعتنا ان هذيك 15000 اخوتي زايده فينا بلا كذوب، واش فهمتي؟ وبقيت كنشوف الناس كنقول دابا المخير هنايا، واللي عنده ولدو ناقص خصو يدير ليه الدعم، خصو يزيد بزز منه، خصو يزيد السوايع، واش فهمتوا؟ وعاد مدرسه بريفي خصك تلبسي مزيان، خاص 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 بلا ما نهضر على الدخول المدرسه يا خوتي وسميتو والله العظيم لا لا حول ولا قوه الا بالله. هاد العام ما نغيقرا عندي تبارك الله ثلاثه. والله الا زعما لا حول ولا قوه. نبداو نخزر الصراحه، ما انا في ديك العام ديال كورونا ملي وقع ديك البروبليم ما بين المدرسه ومدارس بريفي مابغاوش ينقصوا، انت كتقريهم في الدار هما تيتخلصوا نفس الثمن، واش فهمتي؟ ملي وقع ديك المشكل خرجناها كيف ما الشعب كامل ديك الوقت وديناها للمخزن، وغير في ديك العام كملت النص ديالو في المخزن. وما نكذبش عليكم اخوتي، راه رجعت البنت داكشي اللي كيقراو كتجي كتضحك، والله الا كتجي كتضحك عليه، كتقول لي شري قرينا في سي بي، والله العظيم لا زعما وكنقول لها بنتي وشفنا تعينا والله لا اول العام اللي من موراه رجعناها لمدرستها. ما نكذبش عليكم زعما حيت ماشي حيت المخزن ما مزيانش، حتى هما الله يحسن ليهم العوان، كتقري ترينكا ديال الدراري وكيجيك واحد ما قاريش حتى في الرود، واش فهمتوا؟ ما عندوش حتى الحروف ما عارفهمش، يعني خصك واحد غتبدا معاه من الزيرو، واحد راه عارف، واحد يلاه غادي تعلمو كيفاش يشد ستيلو، واحد حتى هما خوتي الله يحسن ليهم العوان. أنا في الصراحة خص التفاتة بزاف المدارس، راه بنادم ما صعيب باش تقري ولادك في البريفي وتكمل معاهم، مازال ابتدائي شوية بنادم راه كيتقاتل معاه، ولكن اخوتي الإعدادي يقسم الظهر. والله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بالك عاوتاني بالمرض تا هو السبيطار، العمليات التحاليل السكانير لاريم، كتمشي كتشي حدا السبيطارات كتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، وما كتعرفش من هنا الغدا باش تلا بيك، ما كتعرفش تقول لله الامر من قبل ومن بعد، اللي عنده لاميتيال راه شويه، ولكن واخا هكاك اختي واخا لاميتيال والله العظيم خصك تحضر الفلوس، فهمتي؟ خصك تمشي تسلف ولا شي لعيبه ولا تحط شيك ولا تحضر الفلوس، وماشي شغلهم هما تا تدير، الا الا كان شي عمليه مستعجله كتكون هذاك بريزون شارج هو اللي كيدير معاك واحد شويه تيدير معاك المزيان. او خوتي الاولى والاخر الامر الله سبحانه وتعالى، والله نحن نريد وانا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد، راه واخا نطيروا ونزلوا الامر كيبقى الله سبحانه وتعالى. اه اخوتي ما نطولش عليكم، راه ما كنحملش الفيديو طويل، والله العظيم حتى كنلقى راسي داويه داويه بزاف. تهلاو اخوتي ودوزوا بخير، والله يدير لينا وليكم ولجميع المسلمين تاويل ديال الخير يا ربي، والله يرزقنا واياكم من حيث لا تحتسب لا نحتسب، شي رزيق يا سيدي ربي، ما حنين بما ظانين به، نمشي نصيف يا اخوتي فلاي. عبارك علينا على المغرب. اخوتي دوز بخير دوز بخير.